العلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا، إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ وتلميذات سنة الثالث إعدادي، مرحبا بكم جميعا سواء تلاميذ الأحرار وكذلك التلاميذ المتمدرسين. إذن اليوم إن شاء الله سنشتغل النموذج الثاني مادة اللغة العربية استعدادا للامتحان الجهوي، وكي لا ننسى في قناتكم إن شاء الله ستجدون ملخصات لجميع المواد وكذلك امتحانات جهوية مع التصحيح لجميع المواد. ما عليكم إلا اشتراك ومشاركة البرنامج مع الأصدقاء حتى يستفيد الجميع، ونبدأ على بركة الله. إذن أولا نبدأ بقراءة النص. نص الانطلاق. القراءة: ليست القراءة عادة أو هواية، وإنما هي تربية خالصة نتربى عليها منذ الصغر وتصبح جزءا من تكويننا الروحي. إنها ليست كالهواية التي يمكن الإقلاع عنها يوما ما، ولا العادة التي ربما نضطر لتركها، هي أعمق من ذلك كثيرا. أذكر أننا كنا نعيش في مدينة ساحلية، وكان جزءا من تربيتنا أن نقرأ في كل أسبوع كتابا، أي أننا نقرأ أكثر من 50 كتابا في العام. لقد فرض أبي هذا القانون الصارم، وشارك في فرضه صاحب مكتبة في سوق المدينة اسمه إبراهيم. كان يقوم بإيصال الكتب إلى المنازل راكبا على دراجته النارية. كنا نعرف الموعد الذي يأتي فيه، لا يطرق الباب، وإنما يلقي بالكتاب المغلف في ظرف سميك من أعلى الحائط ويمضي، ونتسابق جميعا لنفوز بذلك الكنز. ويا له من كنز أعظم بفوائده. كنا حين نراه فوق دراجته نصيح قائلين: نحن الأطفال نريد قصصا وكتبا يا إبراهيم. وكان يسعد بذلك كثيرا. وعن طريق هذه الخدمة الفريدة قرأنا في سن مبكرة كتبا كثيرة. وحين كبرنا قليلا وأغلق إبراهيم مكتبته وأقلع عن الحضور، لم نقلع عن القراءة أبدا. كنا نبحث عن بدائل، وعثرنا بالفعل على مكتبات وكتب أخر. ولم ننس لإبراهيم فضله، فقد بقينا نذكره ونردد: نعم الرجل إبراهيم. لا أتفق مع الذين يقولون بأن التكنولوجيا الحديثة بكل ما قدمت من ترف وتسلية هي التي أبعدت أبناءنا عن القراءة بأن أوجدت لهم بدائل جذابة. ذلك أن الشعوب الغربية التي اخترعت التكنولوجيا والمفترض أن تنشغل بها ما زالت تقرأ بشره وشغف كل ما يصدر من كتب. الذي حدث أننا لم نخترع لأبنائنا صاحب مكتبة مثل إبراهيم يأتي بالكتب إلى البيوت ويترك الأطفال يتنافسون في قراءتها. جيد، إذن نتمم. أقرأ النص قراءة فاحصة وأجيب عما يأتي، يعني أقرأ النص قراءة جيدة. المجال الرئيسي الأول: مكون القراءة. أولاً أحدد مجال النص بوضع علامة. إذا لاحظت السؤال دائما يتكرر، أحدد مجال النص إما اقتصادي، ثقافي وفني أو سكاني. إذن واضح جدا من خلال القراءة أن النص ثقافي، واضح. إذا النص يتحدث عن مسألة ثقافية وهي القراءة. ثانيا أحدد العلاقة بين العنوان ومضمون الفقرة الأولى من النص. إذا قرأنا العنوان وهو القراءة، ثم قرأنا الفقرة الأولى من النص فهي علاقة توضيح، حيث يوضح الكاتب أو توضح الفقرة الأولى طبيعة القراءة، ما هي القراءة. كما قال ليست القراءة عادة أو هواية، وهكذا وأتم، واضح. إذن العلاقة علاقة توضيح، علاقة تفسير. أشرح بالمرادف الكلمتين الآتيتين حسب سياقهما في النص. إذن لاحظوا معي هنا طلب مني أن أشرح بالمرادف ولم يطلب مني الشرح بالضد. إذن نقلع، معنى نقلع أي نمتنع، لم
نقلع حينما أقلع إبراهيم، يعني حينما امتنع إبراهيم عن بيع الكتب، يعني ما بقاش كيبيع الكتب، لم نقلع نحن كذلك عن اقتناء الكتب، بل بحثوا على بدائل. شغف، إذن الشغف هو الحب، حب الكتب، حب الكتاب. أصوغ فكرة مناسبة للفقرتين الأولى والأخيرة من النص. إذن بعد قراءة الفقرة الأولى ستبين لك أن الفكرة العامة للفقرة الأولى هي أن القراءة تربية خالصة وليست هواية أو عادة. الفكرة الخاصة بالفقرة الأخيرة وهي إقبال الناس في الدول الغربية على قراءة الكتب يفند فكرة ربط العزوف الذي عندنا عن القراءة بالإقبال على ما تقدمه التكنولوجيا من تسلية. واضح؟ يعني هذا العزوف الذي نفسره نحن في البلاد ديالنا أو البلاد العربية عموما، هذا العزوف عن القراءة نفسره بأن هناك هواتف، هناك تكنولوجيا وما إلى ذلك. لكن الغرب رغم أن عندهم هواتف، عندهم هذه الوسائل ديال التكنولوجيا، عندهم هذه الوسائل التواصل، لا، لكن لازالوا يقبلون على الكتاب. جيد، السؤال الموالي، سؤال رقم 5، استخرج من النص 4 ألفاظ تدل على حقل القراءة. إذن حقل القراءة، هناك كلمات عديدة موجودة في النص تدل عليه. أولا القراءة، ثانيا مكتبة، كتاب، قصص وما إلى ذلك. سادسا استخرج من النص ما أملأ به الجدول الآتي. السرد، عبارة تدل على السرد، ضمير المعتمد في السرد، حجة تؤكد استمرار الإقبال على القراءة. إذن عندنا عبارة تدل على السرد، أذكر أننا كنا، إذن يتحدث، أذكر أننا كنا نعيش. إذن هذه عبارة تدل على السرد. الضمير المعتمد في السرد ضمير المتكلم، أذكر أننا نحن، حجة تؤكد استمرار الإقبال على القراءة. ما زالت الشعوب الغربية تقبل على قراءة كل ما يصدر من كتب بشرف. سابعا أحدد القيمة المهيمنة في النص مع الاستدلال عليها بعبارة مناسبة. إذن القيمة المهيمنة للنص هي قيمة ثقافية كما مر معنا في العنوان، واضح؟ تتمثل في أهمية القراءة. العبارة الدالة عليها، القراءة تربية خالصة، القراءة تربية خالصة، فهذه عبارة تدل على هيمنة قيمة القراءة. ثامنا ألخص النص في حدود 4 أسطر. النص كامل عندنا فيه تلخيص في حدود 4 أسطر، يعني كل فقرة في سطر. أعطيتكم كما مر معنا الفكرة العامة للفقرة الأولى والفقرة الأخيرة، قولكم الفكرة العامة للفقرة الثانية والفقرة الثالثة. إذن عندكم الفكرة العامة للفقرة الأولى، وعندكم الفكرة العامة للفقرة الثانية، الفقرة الأخيرة عفوا، قلت لكم الفقرة الثانية والفقرة الثالثة، تأخذوا لهم فكرة عامة ثم تربطون هذه الأفكار وتعطونا ملخص لهذا النص، نشوفه في التعليقات ونناقشه فيما بيننا. أريد منكم التعبير، التعبير دائما سأتركه لكم كي تعبرون ونصحح الأخطاء. وأقول وأكرر، ما تخافش، ما تقولش غير ضحكوا عليا، عبر كي لا تخطأ في الامتحان، عبر كي لا تخطأ في الامتحان، واضح؟ جيد، اخطأ الآن ولا تخطأ في الامتحان إن شاء الله. إذن تبدأ بهذه العبارة، القراءة تربية خالصة وليست هواية كما مر معنا، ثم تتميم. المجال الرئيسي الثاني، الدرس اللغوي. أضبط ما تحته خط في النص بالشكل التام. إذن كلمة واحدة هي التي بدت لي أنها في النص تحتها خط، ما أدري، هل لم أرى الكلمة الأخرى، المهم كلمة واحدة وهي أكثر. إذن حسب سياق في النص، أي أننا نقرأ أكثر. إذن أكثر هذا اسم مشتق قد يأتي في محل الرفع وفي محل النصب وفي محل الجر، يعني في محل النصب قد يأتي مفعول به، قد يأتي اسم إن، قد يأتي هكذا خبر كان، المهم قد يأتي في محل النصب وفي محل الرفع فاعل مبتدأ، قد يأتي في محل الجر كذلك. إذن هنا أي أننا نقرأ أكثر، إذن جاء في محل النصب، إذن فسيكون منصوب بالفتحة، واضح؟ جيد. المهم أنا اعتقدت أن حتى هالكلمات يعني التي مكتوبة لهم سميك حتى هي ينبغي
لأنني وجدت كلمة واحدة لكن لا داعي، فقط نكتفي بهذه الكلمة هذه. السؤال الموالي ثانيا، استخرج من النص ما يأتي: أسلوب اختصاص، أسلوب مدح. إذن أسلوب اختصاص كما لاحظتم بين عارضتين في النص، نحن الأطفال نريد قصصا وكتبا، إذن ها هو أسلوب اختصاص واضح يكون بين عارضتين. أسلوب مدح: نعم الرجل إبراهيم. أصوغ جملة تشتمل على اسم ممنوع من الصرف لسبب واحد، إذا عندنا واحد مجموعة من الأسماء ثلاثة تمنع من الصرف لسبب واحد والبقية وهي ستة تمنع من الصرف لسببين. إذا المطلوب منا هو الممنوع هنا من الصرف لسبب واحد، وممكن أن نأتي مثلا بصيغ منتهى الجموع: إن مساجد، طمن الشكل التام. لسوء الحظ يعني الحاسوب عندي لا يكتب الشكل تاما، لهذا المرجو أن تشكلوها. إن طبيعة الحال إن عندها كسرة والنون عندها شدة، مساجد بالفتحة، إن مساجد، إن مساجد الحي عاملة بالشباب. إذن هنا مساجد هذا اسم ممنوع من الصرف، لكن لسوء الحظ هنا جئت أنا اسم، جئت باسم إن، يعني كان ينبغي أن نأتي به في مكان الجر حتى نبين أنه غير منصرف. إن مساجد الحي عاملة بالشباب، واضح؟ أعطوني جمل يكون فيها مساجد في محل الجر وليس في محل النصب، واضح؟ رابعا، أحدد في التركيب المثبت في الجدول اسم التفضيل وأبين وزنه وطريقة صياغته. التركيب: هي أعمق من ذلك كثيرا، هي أعمق من ذلك كثيرا. إذا اسم التفضيل هنا هو أعمق، وزنه أفعل، واضح؟ طريقة الصياغة هنا طريقة صياغة مباشرة لأن أعمق أصله ثلاثي عميقة، واضح؟ أعرب الكلمتين المكتوبتين بخط بارز حسب موقعهما الإعرابي في النص. إذا عدنا إلى الكلمة الأولى في النص هي المدينة، إذن وشارك في فرضه صاحب مكتبة في سوق المدينة. إذن المدينة هنا جاءت مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الكلمة الثانية إبراهيم، لاحظوا معي هنا إبراهيم: نريد قصصا وكتبا يا، إذن حرف نداء يا إبراهيم، وإبراهيم هنا جاء اسم عالم سيكون مرفوع، عفوا سيكون مبني على الضم، يا إبراهيم، واضح؟ إذن هكذا سيكون الإعراب. إذن المدينة مضاف إليه مجرور على مجرى الكسر الظاهرة في آخره. إبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه اسم علم. جيد، المجال الرئيسي الثالث درس التعبير والإنشاء. خلال مسارك الدراسي حثك أستاذك على القراءة وشجعك عليها، اكتب موضوعا إنشائيا في حدود 15 سطرا تتحدث فيه عن تأثير هذا الأستاذ في حياتك الدراسية، مبينا التعبيرات التي طرأت عليك، عفوا التغييرات التي طرأت عليك بعد إقبالك على القراءة، موظفا ما اكتسبته في مهارة كتابة السيرة الذاتية. يراعم طبيعة الحال في تقويم الإنتاج الالتزام بالمطلوب والتقيد بتقنية مهارة كتابة السيرة الذاتية 4 نقاط: سلامة اللغة واحترام علامة الترقيم 2. إذن فيما يخص الإنشاء إن شاء الله كما مر معنا سنخصص له فيديوهات خاصة حتى نتمكن منه، سواء السيرة الذاتية أو الغيرية أو الحكاية، واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله.